راه ما يمكنش انا نطلع للشاون ونبقى نصور بحال هذوك القنوات المرتزقه. يعني انا ما تقولش تخلطوني مع هذوك المشاهير، انا مشهوره وي وانا ستار، ولكن ستار حازقه، سمحوا لي على هذه الكلمه. القضيه محزوقه، يعني كو كانت عندي 10 د المليون نضمن، واخا بجوج د المليون انا اختي ما عنديش. انا الفلوس اللي كتجيني في الكونت كنخسرها على راسي وعلى الكرا ولادي. ما تقولش تخل صوفيا طالوني، عنده مركز سبيطار، عنده سبيطار في تركيا، ساريكول عايشه في اسبانيا، سينا عايشه في برا فرنسا ولا ما عرفت فين، انا والملولي ونيزار اللي عايشين في المغرب. انا تضامنت معاه فاش يلا عرفته، بلا ما ماشي ضروري انني نمشي للشاون ونهز فيديو ونقول لهم السلام عليكم انا كاينه في الشاون. انا اش غنصور رمله؟ نصور الناس كيحفروا مثلا. انا علاش غنطلع للشاون؟ شنو غندير؟ انا طلعت شنو غندير؟ نتلح في ذاك البير؟ انا راه غليظه، اللي تلحت تما تسد، ما يبقاو لا مخرجيني لا انا لا هو. الا بغيتي دير هذيك باش انا نخرج ونلوح في ستوري السلام عليكم، انا غنتضامن بواحد جوج المليون ونقولها ما بقاتش الصداقه. السلام عليكم، معكم هويا مستار. اليوم بغيت نهضر في القضيه ديال ريان. دخلوا عندي، انتيا ما ضامنتيش، انتيا ما ضامنتيش. بغيت نقول لكم انا كنت ديك 5 ايام مضامنه بقلبي، راه ما يمكنش انا نطلع للشاون ونبقى نصور بحال هذوك القنوات المرتزقه اللي طلعوا على اساس باش يطلعوا قنواتهم. انا راه في داري وكندعي 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 في داري، تبقاو يدخلوا عندي الكومونتيرات هويام كي عطات الدار وانت شحال وانت تصوري معاهم وعارفينك مجلوقه انت ولادك في الزنقه وما عطاوكش الدار، تبقاو يجبدوا لي الصداع. انا نفسيتي تازمت بزاف، بالعكس هذوك الوالدين ديال ريان خاصهم الدار وخاصهم بزاف د الحوايج، وما طفاش النار ديال ولدهم لان صعيبه وصعيبه بزاف. الله يرحمه في هذا النهار. انا تضامنت مع ريان فاش يلاه فاش يلاه قالوا لي، حيت انا ما كندخلش للتواصل المغربي وما كنعرف حتى حاجه على المغرب، حتى قالوا لي شي بداو تيجبدوا لي ريان ريان، سحبني على ولدي حيت ولدي سميتو ريان. من بعد قالوا لي راه ريان واحد الدري صغير راه شي 5 ايام هو في البير وكنجبدوه هذه. صافي بديت كنتبع القصه ديالو، صافي ضامنت معاه، بقيت كندعي هذيك الايامات كامله وانا كندعي، ولكن شاء ما قدر وما كيفاش كيقولوا لها، فهمتي الناس راه عارفيني انا كي دايره، انا اللي على قلبي على لساني، انا ما كنزوقش الهضره. المهم بغيتكم تعرفوا واحد الحاجه، التضامن كو كان عندي فلوس غنضامن بهم، كو كانت عندي شي دار، نتوما عارفيني انا ساكنه مع الجيران على كاريه، عندي جوج وليدات، يعني كو كانت عندي 10 د المليون نضامن واخا بجوج د المليون. انا اختي ما عنديش، انا الفلوس اللي كتجيني في الكونت كنخسرها على راسي وعلى الكرا ولادي. يعني والديا راه كيسكنوا في برارك، والديا راه حد الان ما عندهمش الضو. يعني انا ما تبقاوش تخلطوني مع دوك المشاهير، انا مشهوره وي وانا ستار، ولكن ستار حازقه، سمحوا لي على هذه الكلمه. القضيه محزوقه، فهمتي؟ ما تبقاوش تخل صوفيا طالوني، عنده مركز سبيطار، عنده سبيطار في تركيا، ساريكول عايشه في اسبانيا، سينا عايشه في برا فرنسا ولا ما عرفت فين، انا والملولي ونيزار اللي عايشين في المغرب. نيزار وهذا قال لك راه مشدود، انا اللي بقيت،
انا اختي ما عندي لا فلوس لا حتى شي حاجه، عندي باش كنعيش وباش كناكل. التضامن اللي غنتضامن معاه هو ان عندي واحد القناه راه حطيت فيديوهاته ودرت عليه القران، وكثر من هذا الشيء راه ما كاينش. ما تبقاوش تدخلوا عندي للتعاليق وتهددوا فيا نديروا. ما تنساوش انني مريضه مرض نفساني، وان التهديد ديالكم راه تيخليني نوصل شي حوايج خايبين. ما تبقاوش تهددوني، انا مالي يهوديه، واخا نكون يهوديه نتضامن مع رايان. رايان واحد الانسان صغير كان في البير كيتسنى النجده، كيتسنى شي واحد يطلعو، ولكن اللي بغاه الله والله بغاه هذاك الطير من طيور الجنه. انا تضامنت معاه فاش يلا عرفته، بلا ما ماشي ضروري انني نمشي للشاون ونهز فيديو ونقول لهم السلام عليكم انا كاينه في الشاون. انا اش غنصور رمله؟ نصور الناس كيحفروا؟ شنو نصور داك الدري مليوح؟ ورا جميع القنوات كانوا في الشاون. اللي عنده شي قناه كتقول الو فينك انا في الشاون، الو فينك انا في الشاون. المغرب كامل طلع للشاون. مثلا انا علاش غنطلع للشاون؟ شنو غندير؟ انا طلعت شنو غندير؟ نتلح في ذاك البير؟ انا راه غليظه، لا تلحت تما تسد، ما يبقاو لا مخرجيني لا انا لا هو. شنو غنديروا؟ ما عنديش شي حل. ما تبقاوش تجيو تحكموا على البشر. انا متضامنه مع رايان من يلاه تلاح، ما عنديش فلوس باش نعطيها. عندي قناه راني حطيته في القناه وهضرت عليه. انا ماشي بحال دوك صحاب القنوات غنمشي الشاون وغنبقى نقول لكم اجيو تشوفوا رايان، ها هو رايان ها هو. انا ماشي بحال هكاك، انا مستحيل ثم مستحيل انني نستغل الظروف اللي كيعيش فيها رايان باش نطلع قناتي، ما يمكنش. علاش؟ لان انا واحد الانسانه اول وحده نعست في الزنقه، واول وحده عندها الوليدات. ما تنساوش ان عندي ولد سميتو رايان راه قدو، وعندي بنيه سميتها ريتاج راه كتعرفوها. انا اول وحده كتضامن مع داك الدري بالقلب، ماشي بشي حاجه اخرى. قال لك هادو ما مشاوش، انا مشيت للشاون شنو غندير؟ قول لي شنو ندير نديرو. انا فكرت نمشي للشاون، ملي لقيت صحاب القنوات والاذاعات كاملين مشاو للشاون قلت ما غنمشيش، حتى انا غنمشي نصور. انا ما يمكنش نستغل ظروف ديال واحد الدري محتاج في البير باش نطلع قناتي، ما يمكنش. انا كون بغيت الحرام غنبقى راقصه، ما غاديش نقول لهم باغا ندير قناه. وكنت طلعت للشاون كنت قلتوا لي مشيتي ترزقي الله، مشيتي تطلعي قناتك. شعب متناقض، سير الله يعطيكم شي عقل، قولوا امين. الشعب المغربي انا راه ما تخرجونيش من بلادي، انتم اللي طلعتوني وي، والخير ما كيتنساش. ولكن ما تبقاوش تهينوني، انتم راه قالوا لي نهار الاول قالوا لي شوفي هويام خليك راقصه، راه لا مشيتي حتى تبعتي اليوتيوب راه غيطلعوك حتى توصلي للمليون وغيهبطوك على راسك. وحشومه راه حشومه، راه عندي ولاد انا، علاش ما يبقاش فيا داك الدري؟ راه سميتو بحال سميت ولدي وقد ولدي في السن. راه عندي رايان وعندي ريتاج، راه عندي الولاد، راه حشومه تقولوا هاد الهضره. انا اول وحده انتظروا منها انها غتكون متضامنه مع داك الدري، كون كانوا الفلوس غنتبرع بهم. ولكن انا والدي راه ساكنه في البرارك، الضو ما عندناش، انا كاريه عند الناس وصافي سعته الله. كون كان ولدي هو اللي طاح في البير كرة، انا هذيك المراه الصراحه، هذيك المراه عايشه في الباديه طبيعه الحال تكون قويه. انا واحد الانسانه كنشرب الدواء، انا لو ولدي طاح في البير غنتبعو حتى انا من الاخر. حتى حاجه ما كاينه، كاريه مع الناس، والديا ساكنين في البرارك، امي مره كتجي عندي كندور معاها، عندي جوج وليدات، عييت من غوت في هذا المغرب، عطوني براكه نعيش فيها انا ولادي، ما بغاوش. راه انا تندير التفاهات، تيقولوا لي كديري التفاهات، المهم انا نطيب لكم بيض محروق مسلوق، المهم انتم تضامنوا معايا باش نطلع قناتي باش نلقى باش نوكل ولادي فقط. رايان الله يرحمك الله يرحمك، وراه ماتوا عداد، مات هذاك شو اسمه داك الدري اللي مات، عدنان مات، رايان ماتوا بزاف، الله يرحمهم. هما السابقون ونحن اللاحقون. هذوك الناس اللي مشاو يطلعوا قنوات ديالهم كنقول لكم والله حتى كديو الذنوب، اسيروا بيعوا البيره والشراب، والله العظيم تسحبوا داك الشيء عندكم حلال والله حتى حرام. كان عليكم تعاونوا بشي حاجه، مثلا يعني غير تبعدوا تخليوا دوك الناس يخدموا، تبقاو بالدعاء بزاف د الحوايج. وكل شيء طالع يصور، كل شيء طالع يصور وقال لك حنا تنتضامنوا، وتضامن في دارك. انا جالسه في داري وحطيت فيديو ديالو وهضرت عليه في داري، ماشي ضروري نمشي للشاون.
شوفوا وكاينين بزاف ديال الرايانات بزاف من غير هذاك راين، ولكن حتى هذا رايان موت ستال صراحه، لان راه صعيبه. خداو التبرعات بصحتهم وبداو الناس كيدخلوا عندي انا كيباغيين يجدوا باغيين يعصبوني. هيام انت كنتي كدوري في الزنقه انت وولادك وما عندكش دار، وشوف كي ما عطاتكش الدار، واب ديال ريان كلشي تضامن معاه كلشي عطاه الفلوس وما عطاوكش انت الدار. هذه انا شوف انا ما تنتسوقش لهذا الشيء، انا حاسه بحاجه وحده هي بديك الام، هي اللي حاسه بها. انا مكتبه ليا لا فلوس لا دار لا حتى شيء، انا حاسه بديك الام لان راه صعيبه. انا راه شي انا نحط راسي في بلاصتها، لو كان جاو عطوني الدنيا وما فيها ما نضحكش وما نرتاحش وما تبردش النار، لان راه ولدك راه الكبده ديالك كانتي كيستنجد. ولا اله الا الله محمد رسول الله، هادشي اللي نقدر نقول. خاصنا دابا حاليا، هادي دارت لنا العقل، خاصنا حاليا فيما كان شبير نسدو ديال مو صحاب البني، كانت عندك شي حفره سده، خاصنا دابا نحاولوا نحضيو اولادنا والاطفال ديالنا، ولا تيحفر شي حفره ديك الساعه سدها ما تخليهاش محلوله، راه الدراري كيلعبوا. وصراحه خاصنا نحملوا المسؤوليه لهادو اللي تيحلوا يحفروا ويخليوا الحفاره ويزيدوا، تيصحابوا راسهم عايشين. راه كاين الاطفال، كاين المشوش، كاين الكلاب، كاين الحيوان اللي ما عندوش العقل يقدر يطيح في ديك الحفره، بزاف د الحوايج. المهم الساعه ولاه والله يرحمه، وراه كاينين بزاف ديال الاطفال كيتسناو الدعم ديال المغاربه، فهمتي؟ اما انا ما بغيت حتى واحد يدعمني، انا ابعدوا مني وخلوني نخدم، والدار غنديرها بوحدي. انا نهار الاول خرجت قلت لهم الدار غنديرها لولادي بوحدي وغندير كل شيء بوحدي، انا يعطوني غير التيقار. انا من تشوفوني درت واو وحلت حوايج عارفهم داروا لي شي حاجه. شوفوا نقول لكم واحد الحاجه، الناس اللي كتبرع راه قال لك الله كيس متقوب. شنو هي كيس متقوب؟ بحال سطل متقوب كتخوي فيه الماء وكيخرج الماء. الا بغيتي دير هذيك باش انا نخرج ونلوح في سطوري، السلام عليكم، انا غنتضامن بواحد جوج المليون ونقولها ما بقاتش الصداقه، ما بقاتش، ما دايزاش لك صداقه، راه بحال عطيتيها وصافي. اللي باغي يتضامن كيتضامن بينه وبين اللي خلقه، وبزاف الناس خاص التضامن، خاصنا نتضامنوا معاهم. بزاف ديال الاطفال دابا حاليا كيتعذبوا بزاف، اللي تالف لها ولده كل واحد. هاد الصحافه اللي جرات ودارت هاد الرواج خاصها ديروا ديما، ماشي غير على رايان، الله يرحمه الله يوسع عليه، ولكن ديروه ديما. اللي ساكن في الزنقه نعطيوه دار، نتضامنوا ديما، خاصنا نبقاو بحال هكا، الله يرحمه الله يوسع عليه، وهذا الشيء اللي غنقول. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.